جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الرجل اللي ما لقيتش كيفاش نجم نقيمه اليوم حاليا وحتى اللحظة يبدو أنه قيادي من حركة نداء تونس، الرجل الذي غير المواقف 180 درجة من دفاع شرس عن حركة النداء وأيضا عن الباجقة سبسي إلى قد يكون ربما معارض مستقبلا ينتقد من أسماهم بالخطيرين في قصر قرطاج، خميس قصيلة ضيفنا اليوم في استوديو جوهرة اف ام. مرحبا بك خميس. مرحبا بك. نقول قبل كل شيء لا لباس، حنا نقول لي الشغالين حقهم في قلوبنا، واللي ما يعرفش وما يتحملش الإضراب واستعمال هذا الحق ينجم يكون يبعد على الموضوع أصلا. لكن كذلك نحب نقول اللي تونس اليوم تستدعي من كل قواها، من القوى الشغيلة، من القوى العاملة، من رأس المال، من المثقف، من الإعلامي، من السياسي، باش نسيسوا على بعضنا، نسيسوا على بلادنا، نمر بفترة حساسة، وضع اقتصادي وحالة مالية عمومية وحالة شركات ومؤسسات وطنية تعبة، من فضلهم النقابيين، وانا واثق سي ناس برمضان، واثق من قيادة الاتحاد عن الشغل وما أدراك، باش تلقى الحكمة وتمارس الإضراب بالتنبيه على الأقل على المواطنين باحترام الأجال، بأعمال هالوسيلة هذه من أجل تحقيق أهداف سامية مش من أجل التعطيل وأن تولي غضب جماهيري ضد هذا الحق. أنا نتمنى التلافي ونتمنى أنه تكون من قيادة الاتحاد عامة الشغل الموقف الرصين باش نرجعوا الخدمة ونواصلوا الدفاع عن المطالب، وما يلقاهم السياسيين كان الإسناد. لكن نحترم الفترة هذه اللي حساسة واللي ما يلزمش نعملوا فيها هكا أعمال فوضوية وأعمال فجئية وأعمال واعتماد إجراءات قانونية واضحة بالتنبيه، برقية إضراب مسبقة، جلسات ربما تفوضية حتى لين آخر ورقة نجم نستعمدوها هي الإضراب، ولكن بالتنبيه على المواطن. هذا نقطة أولى. ما نقطة ثانية، إذا كنت تحب التعريف متاعي، أنا رجل حر، أنا أي أنا رجل حر فكريا، وكما استمت دفاعا على نداء تونس باعتباره مشروع حداثي ومشروع إنقاذ ومشروع أمل، وكما يعني مش استمت للدفاع الباجي قايد سبسي كفرصة، أنا أقول لك اللي الآن مستميت للدفاع عن حزب والدفاع على الرمز اللي الآن رئيس دولة، لكن عندي رأي فيما تبقى. أكيد احنا بعد شوية إن شاء الله تنرجع للتصريحات متاعك، عملنا كيما البيستوف نسمعوك أنت كيفاش كنت تتكلم وبعد كيفاش غيرت المواقف، وأيضا نعرف أنه في اللحظة هذه يعقد اجتماع ربما من ضمن الخطوط المطروحة على جدول أعمال الاجتماع اللي موجود، هو الموقف اللي يتخذه نداء تونس من تصريحات خميس قسيلة. طبعا بعد شوية نرجع للموضوع هذا بالتفاصيل، لكن قبل خلينا نستقبله أيضا النقابي والأمني عصام الدردوري معنا بالتليفون. سي عصام مرحبا. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. عصام نقرأ لك على صفحتك في الفيسبوك، تقول تم سماعي اليوم وتي تحكي على البارح بيانسير في التفقدية العامة للأمن الوطني حول تصريحاتي المتعلقة بوجود جهاز أمن موازي والإفراج عن إرهابيين تورطا في العملية الإرهابية التي جدت بالروحية استشهد خلالها عسكريين، حضوري كان احتراما للهيكل وللتراتيب الإدارية الجري بها العمل. وبعد تقول للتذكير موضوع البحث كان بخصوص مشاركتي في برنامج بوليتيكا على موجات إذاعة جوهرة FM. شنو اللي صار؟ فعلا أؤكد أنه تم استدعاء من طرف تفقدية العامة للأمن الوطني، والاستدعاء كان لسماعي ضمن يعني بحث إداري تولت التفقدية العامة للأمن الوطني فتحه في علاقة بالتصريحات التي كنت سابقة وأدليت بها في برنامجكم على موجات إذاعة جوهرة FM. يعني طلب مني تقديم الحجج التي استندت عليها والتي بنيت من خلالها تصريحاتي، لكن يعني رفضت تقديم أي قرينة أو أي معطى أو أي إثبات، باعتبار وأني كذلك أكدت ضمن محضر السماع على ضرورة توجيه كافة الأبحاث إلى الجهات القضائية. احترمت الهيكل الإداري والتراتيب الجاري بهالعمل، لكن كما قلت المواضيع التي نطرحها اليوم ليست مواضيع تعالج على المستوى الإداري، لأنه معالجتها في حاجة إلى معالجة قانونية ومعالجة قضائية بالأساس. يعني
طيب شنو كان الموقف بالنسبة للإدارة متاعك، خاصة وأنك اختمت التعليق متاعك على صفحتك في الفيسبوك، قلت أوقفوني ما شئتم ومتى شئتم، ضايقوني متى شئتم وكما شئتم، فلن أنحني لن أنظر خلفي. هو أستاذي الكريم، يعني نحب نأكد أنه سماع عصام الدردوري أو غير عصام الدردوري من طرف التفقدية العامة للأمن الوطني، للأسف هناك بعض الأطراف على ما يبدو المتورطة في جهاز الأمن الموازي، والمتورطة كذلك في اختراق المؤسسة الأمنية والتي تآمرت على أمن الدولة، ونحن كما قلت يعني بصدد رفع قضية في هذا السياق إلى الجهات القضائية المعنية. أعتقد أنه هناك من يحرك يعني الجهاز الذي من المفروض أن يقوم بفتح أبحاث تكون شفافة، تكون في إطار الحيادية، ليست لغاية ضرب الأصوات الحرة داخل المؤسسة الأمنية. نحن أؤكد على أننا لم ولم نتكلم من فراغ، لكن دوما التفقدية العامة للأمن الوطني يعني تقوم بإجراءات بالنسبة لنا نعتبرها تعسفية ضدنا، تتحرك في الوقت الذي يعني للوقت اللي تحديه كما نقولوا احنا، في الوقت اللي احنا نطلب التحرك ما تتحركش. هناك عديد الملفات المطروحة ولا زالت عالقة. نحب نأكد على أنه هناك سياسة ممنهجة من طرف التفقدية العامة للأمن الوطني في ضرب الهياكل الجمعياتية والهياكل النقابية، وهذا مش عصام الدردوري يتحدث، هناك أرقام يعني يوميا نقابيين يعني يعرضون على مجالس الشرف وتتم مسائلة في هذا السياق. نحن نؤكد على أننا لم ولن نتكلم من فراغ، خلينا نحكي حتى على موقفي الشخصي، نتحمل مسؤوليتي كاملة في كل ما أدليت به بدلوي في أي معطى قاعد نقدم فيه كل يوم، وإحنا يعني تصريحاتنا تكاد تكون يومية. نحب نأكد أنه تصريحاتنا ليست من فراغ، وأستاذي الكريم أنت تدرك وتعي جيدا ما أقصد وماذا أقول. تصريحاتنا مبنية على حجج وبراهين ثابتة، ونحن على ذمة الجهات القضائية، لأننا بكل جدية نقولها، لا نريد سياسة التسويف ولا نريد يعني أبحاث هي بمثابة ذرة رماد على العيون، نريد أبحاث. هو الحقيقة معناتها، واسمح لي في هذا عصام، الحقيقة معناتها وإن شاء الله كلامي ما يغرقكش أكثر، بما أنك أنت مطالب أنه القضايا عيت لك، الحقيقة أنت أطلعتني في الكواليس على معلومات خطيرة جدا، واتفقنا في الكواليس أنه مش وقتها ومش وقت أنها تتقال للرأي العام، لأنها تنجم تكون سبب في بلبلة، وإحنا هدفنا بينسير مصلحة البلاد قبل ما يكون مصلحتنا بوز وإلا ملف مزلزل عطينا نخلق به نسبة استماع كبيرة. هو فعلا هو اللي انا كنت قدمته في الكواليس واللي نقدمه من خلال مداخلاتي الاعلاميه، راه فما حاجات راه مش كل شيء يتسمع يتقال، ومش كل حاجه تتقال، وكل حاجه عندها وقتها. رانا نراعيه في المصلحه العامه للبلاد، لكن فما مسائل راه ساعات ما تستوجبش الانتظار. نحب ناكد على كونه تدخلاتنا، رغم انه رانا نشرف صحيح على هياكل جمعيتيه، هي التفقدية العامة للأمن الوطني، احنا عندنا ملف قانوني يعني معترف بينا وصادره في الرائد الرسمي المنظمه تاعنا، والتفقدية العامة الأمن الوطني اللي تأكد في كل مرة على عدم قانونيتنا، كنا راسلوا رئاسة الحكومة للحصول على ملف قانوني كامل في هذا السياق باش نضعوا حد هذه المسألة، إلا أنه في كل مرة عصام الدردوري عملوا فيه على أساس أنه أمني صحيح، أنا أمني نتشرف بصفتي الأمني وما ننساش اللي أنا أمني قبل ما نكون جمعياتي أو نقابي، لكن زاد نحب احترام لحرية الهياكل التي ولدت بعد الثورة داخل المؤسسة الأمنية، والهياكل النقابية والجمعياتية التي أثبتت أن لها القدرة على ترك بصمتها في تاريخ يعني بناء الدولة الديمقراطية والحديثة. وكما قلت رانا احنا السباقين بتحذير من مغبة وتنامي مسألة يعني جريمة الإرهاب في تونس، وأثبتت الواقع صحة كلامنا. عصام الدردوني كان حكى على الأمن الموازي وعن الدور الكبير اللي يلعبه عبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية أمن الطائرات سابقا في هذا السياق، تقريبا منذ عامين يومها تم التنكيل به، سجن يعني 6 شهور إيقاف عن العمل تجميدي يعني على مستوى العمل النقطي من الأمن لمصالح الصحة، تجميد الجراية لمدة 12 شهر، واليوم يثبت الواقع أنه عصام الدردوري لم يكن يتكلم من باب تشخيص الأمور ولم يتكلم من فراغ، باعتبار وأنه السيد قاضي التحقيق يعني أصدر بتقتداع في هذا في حق هذا الإطار الأمني في علاقته بجريمة اغتيال الشهيد محمد إبراهيمي. يعني نحب نأكد على مسألة أنه كذلك راه نتحدث صحيح، لكن راه ديما نحترم أخلاقية المهنة ونحترم السر المهني، ونحن مسؤولون وندرك جيدا ما لنا وما علينا، لذلك
طالبوا السلطة الإدارية والسلطة الإشراف بوزارة الداخلية أن تترفع على بعض الممارسات التي نعتبر أنها تسيء للمؤسسة قبل أن تسيء يعني لنا. نحن عازمون على المضي قدما في المنهج الاغتنام وفي انحيازنا للإرادة الشعبية مهما كانت حجم المضيقات ومهما كانت حجم الهرس، لأنه لنا الشرف كونه كما قلنا فما زملائنا يزودوا على البلاد وحرمة البلاد بالذخيرة الحية ويزودوا عليها بالقانون. احنا كذلك رانا يعني عدنا جرأتنا ونحاولوا انه نطلعوا الرأي العام ونحاولوا انه نيروا سبيل العدالة ما دعينا الى ذلك، لكن ديما كما قلنا في اطار احترام اخلاقية المهنة. اخي كريم، واضح. شكرا لك عصام دردوري على كل التوضيحات هذه، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. نزيدوا نستقبلوا بحذنا الى جانب السيدة خميس كسيلة الناشطة والمفكرة والاستاذة والفيوسف، مرحبا بك. مرحبا بك. شحال الكلفة؟ الحمد لله. صافا؟ الحمد لله. خلينا نمشيو نحكيو مادام نحن في الموضوع هذا، مسألة النقابات الأمنية وتصريحات النقابيين والمضايقات اللي ربما يتعرضوا لها من بعد، والإيقافات كما عصام الدردوري مثلا توقف 6 أشهر وتوقف على خدمته وتسجن وتحاكم، وفي الأخر ظهر الكلام اللي قالوا مالورزمون ظهر حقيقة وقت اللي اليوم نلقاو الأمني والقيادي الأمني اللي حكي عليه هاو موقف اليوم ما يتم تحقيق معاه. ايش قولك في المسألة سي خميس؟ أنا تحيتي لكل النقابات الأمنية وسي عصام، ونقول له اللي ربما توفرت اليوم ظروف المناسبة باش القانون ياخذ مجراه وباش المؤسسة الأمنية ننكب عليها. مؤسستنا الأمنية تعاني تقريب 3 إهانات، بعض مرات الدولة غايبة، بعض مرات الدولة ضعيفة، وبعض مرات الدولة مخترقة. أنا موضوع اختراق المؤسسة الأمنية أنا أعتقده حقيقة، لكن لابد من معالجته برصانة، وأنا شفت رصانة كبيرة لدى سي عصام كنقابي مسؤول، وأنه يعرف السر المهني، يعرف واجب التحفظ، يعرف شنو يتقال شنو ما يتقالش، المسألة اللي تتعالج على المستوى الإداري والمسألة اللي من مشمولة القضاء والمسألة اللي نجم نقولها توا واللي ما نقولوهاش. هذا عقل مهم أنه يصبح في العقل النقابي وخاصة في المؤسسة الأمنية هذه الرصانة. لكن اللي نحب نقوله له اللي باش يلقى كل الأصوات الحرة وكل المناضلين وكل النواب الشرفاء من مجلس نواب الشعب وكل السياسيين أدعوهم باش نحضنوا هذه العملية، باش ننظفوا وزارة الداخلية ومؤسساتنا الاستراتيجية والحساسة من كل الاختراقات اللي وقعت، من كل التشويهات اللي وقعت، من الظلم اللي وقع لإطارات وكفاءات وخبرات أبعدت وترزات فيها بلادنا، خاصة في المستوى المخابراتي بتهم وبتعلات. هو الحقيقة حكمنا منطق التصفية ومنطق الاستئصال ومنطق الإبعاد ومنطق الحسابات. أنه الثورة جات على فراغ، ما فهموش الناس اللي ثم مؤسسات، ثم مكاسب، ثم إصلاحات، ثم مؤسس، يعني هناك شيء باش نبنيه عليه. المهم تونس حاجتها باش ما يكونش فيها الفساد من أول جديد، ما يكونش فيها الاستبداد، ما تكونش فيها الرداءة. لكن عندنا مكاسب كبرى، عندنا إدارة، عندنا تعرف. أنا حكيت مع إطار أمني كبير، قال لي كنا نبيع في تونس بمنطق يعني أنفان لتونيزي ليماج متاحها وكيفاش، لا لا عندنا بترول وعندنا غاز ولا عندنا غاز نبيع فيها بالكفاءات الاستخباراتية. يعني علاقتنا مع دول العظمى كانت كفاءتنا وكفاءة الأجهزة متاعنا الاستخباراتية هي في التبادل، هي اللي تغطينا ديون، وهي اللي تعطينا وتسهلنا قروض، وهي اللي ساعدتنا في إمضاء اتفاقيات بالمقابل لهذه الخبرة في التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. ولذا يهديهم ربي مطالب كل السياسيين باش يرحموا هالمؤسسة هذه، يلزمها تتصلح. نستمعوا للنقابيين وكذلك على النقابيين باش ما تكونش لغتي خشبية. النقابي في الجهاز الأمني مش في النقابي ككل قطاع. واضح، أكيد كلامك في بلاستو. ما نجيك ألفة الحقيقة والسؤال موجه ليك، معناتها ما تراش اليوم وأنه ممارسات محاولة إسكات أي صوت قد يصل بمعلومات إلى الرأي العام، الدولة اليوم أو المشرفين على الدولة اليوم يحبوهاش توصل للرأي العام، يلزم نسكتوه بأي طريقة؟
شيء طبيعي. هو راه كما يقول كان يقول سي خميس راه مساله الاختراق نتاع وزاره الداخليه حتى المواطن البسيط واعي به. نتذكروا مليح البدايه نتاع الناطق الرسمي اللي تكلم على رياضيين قاعدين يتمرنوا في الشعامبي ومن بعد شفنا الرياضيين هذوما شنو صار في الشعامبي والمآسي والمصائب اللي عاشها الشعب التونسي الكل. فهذا الاختراق حاصل، تبقينا شيء طبيعي بما انه الاختراق هذا اخذ زمنا ما كانش فجاه، اخذ وقت معين بشويه بشويه. الاصوات اليوم وحتى سابقا اللي تحاول تكشف على الاختراق هذا، اللي تحاول تكشف الحقيقه للشعب التونسي وما هوش مزية في إطار نظام ديمقراطي نسعى إلى بنائه، ما قولوش بنيناه، رانا ما زلنا في مرحلة البناء نسعى إلى بنائه. من غير المعقول أن تخفى الحقائق، والأصوات اللي باش ترتفع بالحقيقة باش تلقى صعوبات، باش تلقى مشاكل، باش تلقى محاولات للتصدي لها. لكن الآن أكثر من أي وقت مضى بحكم الفضاء الجديد والمناخ الجديد اللي إن شاء الله قاعد يترسخ في تونس، وبحكم أنه الشعب التونسي بصفة عامة رغم الأخطاء ورغم نوع من أنواع الفوضى كذا، لكن عموما مبدأ أنه نسكت ونغطي ونخبي الخطأ الإرهاب تجاوز النفوذ وما إلى ذلك أصبح منطقا اليوم مرفوضا تماما، وهذا ربما المكسب الأساسي اللي ربحه الشعب التونسي من هذه التجربة. مجموعة من التصريحات عملت باز على الانترنت، ماذا بينا نسمعوها وقت اللي نرجع على الباز على الويب ونرجع للتعليق على النقاط اللي ربما أثرت برشا باز على المواقع الاجتماعية، باش نسمعها مع زميلة إيمان الفجيري وراجعين للتعليق. بوز عالويب، مرحبا بكم معنا في بوز عالويب. الحدث الأبرز البارح على كل المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي كان الإضراب الفجئي لأعوان نقل تونس، مواطنين محتجين ووضعية فوضوية واحتجاج زادة لأنه المواطنين التونسي البارح تعطلت وتشلت مصالحهم. من أكثر ردود الأفعال اللي تبرتجت البارح على الفيسبوك، من ساعتين ونص وأنا مطيش لنا علم يكلموش، علاش ما نرمو يكلمونا يعلمونا في المترو، جيت مروحة ما لقيتش فاش باش نروح، بعشية خبز الدنيا كل معايا وانا ملوحه. الزوالم ماش عنده بقعه في تونس، دي بانديه يخدموا في البلاد، الناس كل تخدم بانديه، ما ثماش لا قانون لا ثم حد شيء. برجوليه نقوم من الاربع تاع الصباح نخدموا على رواحنا، سامحني خلينا نتكلم، يجيبك الصباح ولا شيء يجي بك الواحد بك شنو معني كم وقت تخدم في الليل، فهمت؟ ما فماش نقل. عندي رساله الى رئيس الجمهور باسم الهيبه نتاع الدوله، هبط الجيش سوق المترو اخر كلام هذا يعني. انا نقرا في الجورجاني ونسكن في باردو، سامحني احنا من الخمسه نتاع العشيه جانا الخبر اللي ما فماش ترانسبور، خرجنا للريم تاع الكار ما فماش كيران، انا دافعه فلوسي باش نركب في الكار ما فماش كاش نروح فيه، هبطنا لهناش ناخذ مترو ما مترو، سامحني بربي على الاقل راجل البوس دي بغويي نجم يدبر في الشراء وحمينا طفله بيتها في الشارع وباش نروح للفوايي، حتى مام حتى باش نروح من تو تاكسيات ما فماش، ومام حتى باش نوصل باش يقول لي ما تدخلش على خاطر باش نوصل بعد الوقت الفوايي سكر التسعه. سامحني نحب نفهم انا شكون يتحمل المسؤوليه هذه، شكون يتحمل المسؤولية هذه؟ أنا نبقى ملوحة في الشارع، مال علاش نقرأ أنا وعلاش تعب وعلاش نمشي جد دارنا أنا في القروان. والبارح زادوا في قناة نسمة كان هذا الموضوع الأساسي، وتصريح الزميل الصحفي زياد لهاني كان ناري تجاه المسؤولين في بلادنا. احنا عندنا مشكلة طولي في بلادنا، معناش ني مسؤولين قادرين باش يتحملوا المسؤولية نتاعها. هذاك علاش أنا نتساءل، اللي مش قادر باش يتحمل المسؤولية فنيش قاعد يعمل، اللي مش قادر باش يدافع على مصالح الناس اش قاعد يعمل، اللي قاعد يكتف يديه عاجز يشوف كيفاش معناها الآلاف نتاع التوانسة مطيشين، ربي وحده يعلم بحالهم في اخر نهار باش يروحوا لديارهم باش يروحوا لصغارهم، صغار فهمتي معناها زاد مطيشين زاد كيف كيف، علاش؟ على خاطر اضراف غير قانون مكتف يديه، اش قاعد يعمل؟ اذا كان ما ينجمش يطبق القانون يروح يشد داره. انا هاو من هالمنبر هذايا نتوجه للسيد للنيابه العموميه، نتوجه للسيد وكيل الجمهوريه لدى المحكمه الابتدائيه بتونس، يا سيدي وكيل الجمهوريه، يا وكيل المواطنين التوانسه، راهو ثم جريمه قاعده ترتكب مخالفه للقانون ضد التوانسه، راهم مطيشين في الشوارع ماهمش منجمين يروحوا لديارهم، راهم غدوة باش يتشللهم الحركة نتاعهم هما وصغارهم بإضراب غير قانوني، طبق القانون. توفيق بن بريك زاد من جهته كان حاضر في نفس البلاتو وكان في حالة غضب وهستيري على وضعية الشعب التونسي، فيديو تبرتاجه آلاف المرات البارح في تونس كهو. عيشتنا أخيب من عيشة الكلاب، تو نكتبتو كلب كلب مش علينا نحن، معناها سي جون لا باش يكملوا يعيشوا في بحبوحتهم. أنا الوزير كل المزمرة الكل بالمعتمد بالواحد اللي وصلنا سي بالسدرين عندهم ليموزين، من شنو هي الثورة شنو؟
دوك الخير منين نحب ناكل كيفك هاو نقول لك ولما اتنبع ما عمري ما غلط ونكتبت انه بن علي بشارع رحل ونقول راي بسوق اغتيالات بعد الثوره والثوره وقعت واللي يقولوا يوقع سنوات البيت ستكون سنوات حمر دم وسنوات سود كح لأنه ما ثمش ما همش حاضرين للاستجابة إلى حقوق الناس ناس جاعت ناس تالت ناس واحد إلى متى شنو مبنكين في القصور مبنكين في مرسيدساتكم. وفي موضوع مفصل مازالة المسيرة اللي صارت نهارت لحد اللي فات في باريس تثير برشا ردود فعل أهمها الرسالة القوية اللي وجهها الإعلامي اللبناني توني أبو خليفة واللي ضمنت أسئلة يحاول كل مواطن عربي يجاوب عليها وحده. شارلي إبدو ما فضحت بس الخلايا الإرهابية النايمة بفرنسا وأوروبا وربما بالعالم، إنما الفضيحة الكبرى والحقيقة المرة الأكبر كانت قديش أنت أيها المواطن الغربي محترم ودمك غالي بالنسبة لدولك ولحكوماتك، وقديش أنت يا هالمواطن العربي محتقر من قبل دولك وحكوماتك. الجريمة اللي حصلت بفرنسا أكيد هي جريمة كبيرة وهي جريمة مستنكرة بكل الوسائل والأشكال، بس يلي استشهدوا داخل مكاتب تشارلي إبدو أكيد هن اليوم فخورين بأنه دمهم ما راح ضيعان. الفاعلين انقتلوا والملايين اجتمعوا باسمهم بالشوارع ليترحموا على أرواحهم. زعماء العالم أو الممثلين عنهم هرعوا لباريس استنكاراً للي صار، وبعضهم ارتدى أو ارتضى أنه يتصدر الصفوف الأمامية جنباً إلى جنب مع رأس الإرهاب العالمي بنيامين نتنياهو. بس يا ترى شهدائنا اللي سقطوا على أيادي نفس المجرمين أو من يرعاهم شو رأيهم وهني عم بيشوفوا زعماء ووزراء راكدين يعتصموا بباريس؟ في نفس الموضوع تصريح رئيس الحكومة البارح مهدي جمعة حول مشاركته في المسيرة كان زاد واحد من أكثر التصريحات اللي دولوها لفيسبوك وليتويبال واللي قال فيها وفسر علاش كان مشارك في المسيرة هذه. هو قرار مسؤول، أنا خممت يعني أعرف ليس بجيه هذوما ديما قديمي، ولكن ما فيش من باب الشعبوية نمشي من باب المسؤولية. أول شيء احنا معنا حتى إشكالية في التضامن مع الإرهاب يعني التضامن معنا. ثاني حاجة عندنا جالية في 150 ألف تونسي تعيش برا، وأنا كنت نعيش برا ونعرف في الظروف هذه شنو هي قيمة زيارة. أهم شيء بالنسبة لي هي الجالية لتطمينها. ونختم مع تصريح غريب عجيب لرئيس الحكومة السابق حمادي جبالي واللي في سياق حديثه في إذاعة شمس فام قال الآن موضوع مش لا خلافة سادسة ولا خلافة سابعة ولا عشرة، وأخشى ما في شيء بتجيكم الخلافة هذه مش محمد شيخ أي، لأنه اللي قاعد يدور الآن من داعش وغيره أنا مخيف. مش الخلافة مخيفة، يريد كان يفهموها العباد إيش معناها خلافة، ولكن مع الأسف هذه بتجي رغم العنة وبأسوأ الصور. هيك تكون بوز على الويب لليوم، وفيت موعد جديد معكم غدوة إن شاء الله. باي باي. بوز على الويب. مترو جوهرة خرج انه سنهار 49 دقيقة في استوديو جوهرة فيم. نذكر بحذانا القيادي خميس غسيلة وايضا الاستاذة المفكرة والفيوسف، مرحبا بكم من جديد خميس والفا. شكرا على الحضور وخاصة لخميس غسيلة. تنقول لك علاش والفا؟ لخاطر انا من بين الاستراتيجيات اللي تبنيتها وانا جاي لجوهرة فيم مش نخدم لهنا، الحقيقة هي استراتيجية كسر مركزية السياسة في تونس العاصمة، الاعلاميين في تونس العاصمة، النجوم في تونس العاصمة، ومؤخرا نجيبوهم نبدأ بشوية السوسة وبعد بشوية بشوية نهبطهم حتى نوصلهم التطاوين، لأنه تونس في نهاية الأمر ما هيش العاصمة تونس، ولكن تونس هي من بنزرت حتى التطاوين. والمثقفة الحرة والفلسفة صحيح المرأة هذية موجودة لهنا على الأقل، دونك هي كتحب تكسر المركزية. هي كتطلع لتونس تكسر المركزية. نرجع للبوز على الويب، والحقيقة باش نمشي المسألة مهمة برشا اللي هي مسألة الإضراب، باش نرجع لها معاك أنت حديت موقفك خميس. خلينا نرجع مع ألفة. الإضراب في عهد الترويكا كان حق وواجب ولابد من ممارسته، كذا اليوم في عهد الباجي سبحان من غيره إلى جريمة ولابد من معاقبة كل من أضرب.
ومارس هذا الحق. شوف ثم طريقتين للتناول مع المسألة. هات ناخذ تناول فكري ساعة. منين جات الفكرة هذه متاع الإضراب والإضراب الوحشي؟ جات من أنه في المنطلق كان عندنا خلط كبير بين الفوضى والديمقراطية. طيب. من 2011 صار الخلط هذا، والخلط هذا في وقت من الأوقات وقع التصفيق له. خلينا من الترويكا ومن البيج ومن السياسة، هات نخمو فكريا. الشعب التونسي في وقت من الأوقات فهم على الأقل في أغلبه أن الثورة معناها انضباط خروج من جميع القواعد، أن الثورة معناها انفراط العقال مطلقا، تعمل اللي تحب كما تحب باسم إرادة الشعب. هذا يلزم وقت باش يعاود هالشعب هذا بكله يفهم أن الثورة أو أحداث جانفي ولا كما تحب تسميها هي مرحلة وقع فيها تغير هام جدا في تركيبة المجتمع والتركيبة السياسية لتونس، ولكنها مرحلة يجب أن تفضي إلى مرحلة أخرى هي مرحلة تأسيس مؤسسات ديمقراطية. وهنا باش نجي للجانب السياسي بعد الجانب الفكري. في مرحلة معينة سواء كانت مرحلة الترويكا أو المرحلة هذه اللي ماهيش مرحلة الباجي راهو ما ناخذوش ما شخصوش الأمور، يلزم يكون ثم قوانين ونواميس. الإضراب حق ما في ذلك شك وهذا الدستور يثبته، لكن الإضراب أيضا له طرق وله أساليب لابد أن يقام بها. وأنا عجبوني التوانسة اللي تكلمون بكري بك الغضب اللي فيهم بك الفورة اللي فيهم، ما نساوش يقولوا قولونا ما في بلناش، ما قالوش ما تضربوش رغم عندكمش الحق في الإضراب، لكن على الأقل أعلمونا ثم إعلام، يكون ثم طرق وأساليب ووسائل معروفة ومعمول بها في العالم أجمع، وإلا ما عادش نتحدثوا على إضراب بلو نتحدثوا على لي ذراع، على كما قال الدليل بكري في الديتو متاح على شانتاج، وهذا غير مقبول في وقت احنا نسعى فيه لبناء مؤسسات ديمقراطية. يا ولادي راهي الديمقراطية ما هيش الفوضى، الديمقراطية بالعكس هي احترام المؤسسة. الديمقراطية هي أن تكون المؤسسة فوق الجميع، وذاك علاش نحبش نتكلم باسم الأشخاص، حب نتكلم من اليوم إن شاء الله نبدأ بشوي بشوي نتكلم باسم المؤسسات، لأن الأشخاص ماضون راحلون وذول يبدأوا يفهموا التوانسة أنه حتى حد ما يقعد والمؤسسات هي التي تبقى، ولا بد أن نتعلم احترام القانون والمؤسسة من الفرد إلى الجماعة إلى النقابة أيضا إلزمة تندرج في الإطار هذا. مسؤولية الدولة، وقت اللي سمعنا الزميل زياد الهاني وأيضا توفيق بن بريك بكلام جارح لحقيقة للناس اللي قال قاعدة في القصور متاحة في الكراسي والشعب هو اللي يعاني، تعليقك خميس كسيلة. أحرار باش ينبهوا كمثقفين وكأعلاميين لهم موقف مواطني عبروا عليه أنا أحترمه، لكن أميل إلى ما كانت تقول فيه ألفة، بمعنى نعرفوا لمرحلة انتقال مرحلة مريرة، يعني وقت اللي يتكسر توازن معين في البحث على التوازن الجديد، يعني القديم لم يمت والجديد لم يولد بعد، هالمرحلة هذه مخاض صعيب، مرحلة صعبة، وقت اللي هي مرحلة صعبة حتى في عائلتك حتى في شؤونك الخاصة، يعني وقت اللي يكون شأن أمة. نوسع بنا، أنا عندي ثقة في القيادات متى الاتحاد العام تونسي للشغل، ونحب ننبه ونشير لقطاع النقل فيه تعدد نقابي بارز، عندنا تعددية نقابية ما هيش في قطاعات أخرى ما عندهاش تأثير هامشية، لكن في المجال ونعرف كنت نقابي في القطاع النقباء النقل ثم تعددية حقيقية، وخوفي أن يكون التجاذب هذا هو سبب من الأسباب وهو خلفية هذا الإضراب الفجئي اللي ما نحبش للنقابة وللحق النقابي وللمناضين النقابيين مهما كانت النقابة نتاعهم يتمسوا ويغضب بهالخلط هذا بهالتصرف من نوع هذا الفجئي الغير القانوني اللي ما احترمش يعني آليات تنفيذ الإضراب بالتنبيه بإعلام الناس بأن الدولة في وقتها، وهذا تون جاوب سي توفيق وسي زياد، الدولة عندها توضع البدائل وتحاول باش تلقى حلول وتعمل الحاجات العاجلة وتعمل الحاجات المستعجلة توفر لها النقل، مش للتكسير متاع الإضراب، لكن ثم ضرورات حيوية لابد في كل الدول الديمقراطية لابد من ضمانها حتى ولو نفذ الإضراب. به نمشي للتصريح حمادي الجبالي على إذاعة شمس فهم الحقيقة اللي اصدم برشا ناس ودار مليح على الفيسبوك، وقت اللي قال مرضيتوش بالخلافة السادسة اللي اقترحتها عليكم، وقت اللي نذكر مليح حمادي قال الخلافة السادسة زلت لسان في وقت اللي كان يحكم، اليوم يقول مرضيتوش بها هاي جايتكم خلافة أخرى أخطر جدا من الخلافة السادسة، فهمتوش يقول؟ ما نحبش نحكم على النوايا، أما الجملة بالطريقة هذه كأنه فما فرق بين الخلافة السادسة ولا السابعة ولا العاشرة وداعش، فما حتى فرق، أنا نتكلم توا كمختصة في التاريخ.
خلافة سادسة ربما تكون أكثر سلمية عبر التاريخ. ما فما حتى خلافة سلمية عبر التاريخ، ما ثم حتى خلافة سلمية. هو عثمان بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ في القرآن وقتلوه دمه بطع القرآن. علي بن أبي طالب تقتل، الحسين راسه تهز تقصوا، ونحكي لكش البقية اللي سملوا عينين بعضهم، يعني سمحني سمحوني في الكلمة سادة المشاهدين، 90% من الملوك والمستمعين وقع نقبان عينيهم، هذاش معناه سمل العينين، بخلاف الحبوسات، بخلاف يعني العركة على السياسة باسم الدين، هذا ما فماش فيه حاجة أخطر من حاجة. فيظهر لي أصلا احنا عملنا هالشيء هذا الكل وتعب في الدستور وصبرنا على المشاكل اللي صارت باش ننشئوا مجتمع ودستور مدني قائم على هذا الفصل الجوهري بين الدين والسياسة، مع الحفاظ على الدين بصفته مكونا أساسيا من مكونات الهوية الاجتماعية للشعب التونسي. إذن يظهر لي سي حمادي جبالي ماذا بينا كان يوضح لنا أكثر، باش ما نغلطوش زاد ما نظلموش، ما نحبش نحكم على النوايا نتاعو، لكن الجمله بالطريقه هذه انا نراها جمله خطيره وتعبر على الخلط اللي للاسف كان موجود، ما نعرفش مازال ولا لا، كان موجود عند بعض القياديين في حركة النهضة. باهي، مازال عندنا تقريبا 4 دقائق قبل موعد الاخبار نتاع الساعة، ماذا بيا نزيد نعلقوا على الجملة اللي عملت بوز كبيرة في العالم العربي الحقيقة البارح للزميل الإعلامي توني خليفة من لبنان. باش نعاود دايرا نسمعكم اللي قالوا، لأنه مهم جدا اللي قالوا، والحقيقة إهداء مني شخصيا ونتبناه شخصيا بعيدا عن مسؤولية إدارة جوهر اف ام لجميع زعماء دول العالم. اسمه شارلي إبدو ما فضحت بس الخلايا الإرهابية النايمة بفرنسا وأوروبا وربما بالعالم، إنما الفضيحة الكبرى والحقيقة المرة الأكبر كانت قديش أنت يا أيها المواطن الغربي محترم ودمك غالي بالنسبة لدولك ولحكوماتك، وقديش أنت يا هالمواطن العربي محتقر من قبل دولك وحكوماتك. الجريمة اللي حصلت بفرنسا أكيد هي جريمة كبيرة وهي جريمة مستنكرة بكل الوسائل والأشكال، بس يلي استشهدوا داخل مكاتب تشارلي إبدو أكيد هن اليوم فخورين بأنه دمهم ما راح ضيعان، الفاعلين انقتلوا والملايين اجتمعوا باسمهم بالشوارع ليترحموا على أرواحهم. زعماء العالم أو الممثلين عنهم هرعوا لباريس استنكارا للي صار، وبعضهم ارتدى أو ارتضى أنه يتصدر الصفوف الأمامية جنبا إلى جنب مع رأس الإرهاب العالمي بنيامين نتنياهو. بس يا ترى شهدائنا اللي سقطوا على أيادي نفس المجرمين أو من يرعاهم شو رأيهم وهني عم بيشوفوا زعماء ووزراء راكدين يعتصموا بباريس؟ الحقيقة معناتها ليك التعليق ميس كسيلة تفضل. أولا أنا نحب نجدد إدانتي الجريمة نكرها بمثابة 11 سبتمبر أنا شفت اللي وقع، لأنه هو تأشير على أن نعيش حرب عالمية ثالثة حقيقية. وإلى الآن الناس ما فهمتش، مش أنا فهمت معناتها عالم علامة، أما لم يشاع، ما زال ما أصبح شايع لدى ذكائنا مثقفينا ومبدعينا وسياسيين ورجال يعني الإعلام، رانا نعيش بصدد حرب حقيقية وعالمية، وهذه الثالثة وإحنا بصددها مش توجيه ومش تهدى وتأخذ عدة أشكال، لكن هذه حرب وربما أقصاها وأطولها لأنها مختلطة سياسة ودين. ما يعطي كان الدم اللي يعني حبيت نقول كلمة بالقبل سي حمادي جبالي. سي حمادي جبالي نذكركم انتقالها كلمة احنا نعيش دورة حضارية جديدة وبصدد الخلافة السادسة، يخطب في سويسرا وانا نسمع فيه هك ساعتها مازال كيف خرج الانتاج الانتخابية متى 2011 ونتفاوضوا، ماني كنت متأكد نتفاوضوا على الحكومة وانا نقول لهم رد بالكم منهم كونوا فيجيل لفائت قوى الحداثة ما تبلعكمش هاللعبة هذه. عاد خرجت طول في إكسبريس أفام في وقتها وقلت له في بالنا نحكيه على الجمهورية الثانية طلعت تحكي على الخلافة السادسة، غلط في الشفروات وفي المنطق وفي الخلفية. ونحب نجدد تذكير باللي قالت له المثقفة والفرد اللي مثلا حتى فرق لا داعش ولا خلافة، لأنه يربط ما بيناتهم الخلط الدائم بين السياسة والدين، ما يخلف كان الدم
سواء بالخلافات اللي كانت تذكر فيهم ولا بداعش، كمش يقدم لنا أن الخلافة منطق لايت على منطق داعش ويبتز الناس تحت الرعب اللي نعيشوه بمنطق آخر، الحقيقة ما ينجمش يعديها على كل. ولأعتقد أن التوانسة إذا كان عندهم حويجة عندهم الذكاء ما عادش ينجموا يعديها عليهم برشا من الناس. الموضوع متاع الإعلام والصحافة أولا هي جريمة نكراء ضد صحيفة وعندها خصوصية لأن الصحيفة الساخرة اللي تؤمن باللي حرية الإعلام هي تاج الحريات ولا حد لحرية الإعلام، ما فماش حدود لا لا تزيد حرية مسؤولة ولا تزيد ولا تجتهد في حتى نعت. أما النقطة المهمة بالنسبة لي أنا خميس لو تسمح نخليوها جزء بعد أخبار مدي ساعة، خلينا نخليه زميلنا أشرف عبد السلام يقدم لنا آخر الأخبار في موجز مدي ساعة على راديو جوهرة فيم، ورجع معاك ومع ألفة يوسف نحكيه على النقطة المهمة اللي حكاها الزميل توني خليفة. المواطن الغربي محترم لدى دوله والمواطن العربي محتقر من طرف مسؤوليه. راجعين المدي ساعة و13 دقيقة في استوديو جوهرة فيم بوليتيكا، متواصلين معكم إن شاء الله حتى للساعة. نذكر بحثنا سيدة خميس خسيلة وأيضا الأستاذة ألفة يوسف، مرحبا بكم من جديد. نرجع الموضوع مهم جدا الحقيقة، أنا باش نسطر عليه بستيلو الأحمر كلام توني خليفة وقت اللي يقول صحيح أنه الجريمة اللي صارت في شارلي يبدو كجريمة وإرهاب وغيره، ولكن المسيرة التاريخية في فرنسا أكدت من جديد أنه المواطن الغربي محترم من طرف دوله والمواطن العربي حقير من طرف مسؤوليه. أنا اعتقادي أنه مسألة المواطنة مسألة مركزية، لأنه لا وطن بدون مواطنة. الإنسان اللي ميحسش عنده باي ميحسش عنده قدر في بلاده قيمة وقيمة ما تنجمش تطالبه بالوطنية. الوطنية راهي بنت المواطنة. المسألة الثانية شيء مؤسف واللي أشر عليه توني هو حقيقة أنه الدم رخيص، الدم العربي رخيص، رخيص عند حكامنا. يعني وقت اللي الصحفي يقع اختطافه مثلا في فرنسا، كل نشرات الأنباء خاصة عامة إذاعات لافز كذا تلقاهم يوميا يذكروا بالمواطن هذا ويضغطوا على حكامهم، وحكامهم يعني من اليوم الأول تتسخر الدولة وتتسخر الأجهزة كافة والإمكانيات كافة من أجل أكل المواطن الواحد. احنا تنجم ناس تمشي في العفس والناس تختطف. انا اقول لك اللي زوز صحفيين بتاعنا المختطفين في ليبيا، تعرف اللي وقع اخيرا بالبلبلة اللي وقعت يومين هو مات وما ماتوش، انا اعتقادي ان عملية مفتعلة ونتمنى ما تكونش فيها ايادي تونسية. مفتعلة اولا لشيئين، لان هذيك تمهد للابتزاز، لانه اللي عندهم الزوز من شبابنا ومخيرة صحفيين الاستقصائيين والشجعان حسوا اللي موقعتش ميديتيزاسيون عليهم على الورقة ساكتين. على الورقة اللي بيديهم يحبوا يغليوا سوم الرهائن، يحب يغلي سومه ويلزموا يعمل منه فزاعة أنه مات. عندما يصبح من شأن الرأي العام القضية هذه وتصبح المواطنين وأهليه والصحفيين وزملائه بكلهم تحت يعني والحدث تحت النار متاع الشعب، السوم يغلى متاع الرهائن يتعداه في مرحلة ثانية للابتزاز. يعني وقت اللي نوليه لعبة، وقت اللي دولنا ومسؤولينا وأجهزتنا ما تخذش يعني المعيار متاع أنه الدم يسوى الدم، كيف إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تونس يصبح مواطنها غالي مهما كان ما سلمش فيه، وتتسخر المجتمع المدني والدولة على كل واحد منا. هذا إيش معنى داير كرامة اللي فعلا، لأنه التوانسة اسمع ينجموا يستناوك في الفقر نحلوه بشوي بشوي، ينجموا يستناوك في البطالة نحلوها بشوي بشوي وناس عاقلة، لكن شعب يمهل ولا يهمل، لكن في موضوع كرامته في موضوع القيمة في موضوع المعنى في موضوع الشخص والذات ما يتسمحش. وأنا ماذا بي يقعد شعبنا في الموضوع هذا ما يتسمحش مع كرامته واضح تجاه أي حاكم مهما كان. معناتها عقلية أنه المواطن التونسي مجرد رقم في دفاتر الدولة مالوروزمون، وقت اللي حيشتها بسرة يقول المثل وقت اللي موت يعلقلو عرجون، مالوروزمون هذا اللي يصير وهذا اللي فهمناه على الأقل وقت اللي أشيع خبر إعدام سفيان مثلا الشرابي ونذير القطاري، قامت الدنيا ولم تقعد عنا زوز أعدموهم، وقت اللي كانوا حيين لحسوا الأخبار. إضافة إلى ما قاله سيخ مايس باش نزيد
نعمق الموضوع من نظرة أخرى. نوافق تماما في أنه ثم عدم احترام لكرامة المواطن من قبل المسؤول، لكن زاد أيضا نستحضر قول لطفي بوشناق هل دمنا ماء ودمهم دم. رأوا المواطن العربي قتبتوني خليفة تكلم بصفة عامة مش كان على التونسي، هو نفسه ما يحترمش نفسه. ما أنا ما يحترمش نفسه، ما هي القيمة اللي يعطيها المواطن العربي نفسه؟ كيفاش يرى نفسه؟ هو أقصى حلمه، أنا كي نحكي كل يوم مع الشباب اليوم في الجامعة، أقصى حلمه أنه يمشي لبلاد أجنبية. للأسف الشباب التونسي اليوم كي تقول له مثلا جاتني إمكانية متاع عمل في فرنسا ولا في غيره ما نحبش نمشي، كيفاش يا مدام؟ مهبولة أنت تجيك فرصة باش تمشي لفرنسا وما تمشيش؟ يعني احنا في أنفسنا زادة ما عطيناش لروحنا قيمة. فالعملية هي عملية جدلية بين احترام الدولة للمواطن ونشأة فعل المواطنة وما ينتج عنها من وطنية كما كان يقول سيخ ميس من جهة، ومن جهة أخرى أنه احنا نفرض احترامنا على الآخر. وهنا نجي لقضية سفيان ونذير، رب إن شاء الله يفرج عليهم في الأزمة اللي هما فيها. قضية سفيان ونذير للأسف ما تكلمنا عليها، وهنا ما نستثني حتى حد إلا قلة قليلة، إلا عندما قيل أنه قد وقع إعدامهما. علاش؟ هنا أيضا المشكلة مش مشكلة الدولة كها، والمجتمع المدني ما تكلمش كما يلزم، أصدقائهم ومزملائهم الصحفيين ما تكلموش كما يلزموا، أحنا المثقفين ما تكلمناش كيف ما يلزم، وغيرنا والإعلام وغيره وغيره. ففي الآن نفسه نرمي بالاتهام على الدولة، ولكن يجب أيضا أن نعود بالنظر إلى أنفسنا، وأنه أحنا كيف يكون منا شهداء سواء في تونس. أنا شخصيا الدولة سكتتني، هذا انا شخصيا الدوله سكتتني على اساس انه وقت اللي عملت دوبلاتو على سفيان ونذير قالوا لي انت الان تعرض حياتهم للخطر فلا بد من الصمت، وهذاك علاش سكت. هذه حاله. لكن ثم حالات اخرى، ثم ناس ما تكلموش الا وقت اللي صار ما اشار اليه سيخ ميس من امكانيه المزايده او محاوله يعني جعل سوء اسوم الرهائن يغلى. ثم نقطه اخرى هامه، الساده الساسه اللي شاركوا في المسيره، وأنا ضد هذه العملية الإرهابية تماما، وأعتقد أن الإرهاب إدانته لا تكون مشروطة، والمقدسات أكبر من أن يتم المساس بها، ورسولنا عليه الصلاة والسلام لا يمكن لأحد أن يمس به، له لدينا الحنيف، هو في قلوبنا، ما يجموش يمشوا قلوبنا ونحيونا منهم هذا الإيمان العميق اللي عنا. لكن الساسة اللي شاركوا لاحظوش أنه رأس الإرهاب كما كان يقول بنيامين خليفة بنيامين نتنياهو، لاحظوش هذا حاجة بسيطة ما تعرضوا ليش برشا. الأربعة اللي استشهدوا في المحل كاشير الفرنساوي اليهود شو عملوا لهم؟ وقع إجلاء جثامينهم لتدفن هذه الجثامين في إسرائيل. إيش معناه؟ مش هذا الخلط بين الدين والدولة؟ التونسي الولايد التونسي اللي يحب تونس اللي شفناه الله يرحمه يوهان حطاب اللي حتى على ظهره علم تونس ومشى ينتخب وفرحان بتونس ويتكلم بتونسي ولد حلق الواد، كيف يهزوه باش يدفنوه في إسرائيل؟ إيش معناها؟ يعني احنا كيموت اي شهيد مسلم في اي بلاد من البلدان المسلمه شو ندفنوه في السعوديه على اساس انه هذيك الارض المقدسه مكه والمدينه؟ مش هذا الخلط الكبير بين الدين والدوله، ولا الخلط بين الدين والدوله كيجي من عند اسرائيل يبدا حاجه باهيه؟ راهو المشكله وينها؟ تونس اللي سمحت بانه مواطن يحمل الجنسيه التونسيه يدفن في الاراضي المحتله الفلسطينيه؟ في مقالات فرنسيه جاده في صحف جاده انه صار ضغوطات كبيره حتى على عائله الوليد، لانه حتى حد ما يتصور انه ابوهم يحب ولدهم يتدفن عليهم بعيد بالاف الكيلومترات. فإذا المسألة عميقة جدا، شنو موقعنا احنا عالميا من الانتاج الاقتصادي، شنو موقعنا من السيادة الثقافية، شنو موقعنا؟ يلزمنا نتقدم، وكعلاش تونس نتصورها ومش هذا شوفينيزم حتى طرف، باش تكون القاطرة اللي بقدرة ربي رغم مشاكلنا ورغم صراعاتنا ورغم خلافاتنا ورغم تخلويضنا، باش تكون القاطرة اللي إن شاء الله لازمها تقود هذه البلاد العربية باش تكون فاعلة، لأنه عندها راه وعندها الطاقة تبيع فيها بأبخس الأثمان، باش ما نقولش تعطي فيها بلاش، تعطي فيها بدم أولادها في الأخر، تعطي في الطاقة وزيد تدفع في دم أولادها. راهو عندنا مثقفين وعندنا رجال سياسة وعندنا إعلاميين، ونجموا بشوية بشوية كان نكتسبوا ثقة في رواحنا، نجموا نبنيوا باش نكونوا دول فاعله، لانه مادام ما وليناش دول فاعله مش باش نوليو مواطنين فاعلين، مش باش نحترموا ودمنا باش يقعد للاسف كالماء. منطقي جدا. نمشيو الى مساله مهمه جدا اللي هي مساله خميس كسيلة، الرجل الذي يتغير في المواقف 180 درجه. بيستوف صغير لكلامك قبل وبعد التغيير، نسمع مع بعضنا البيستوف عند خميس كسيلة ونرجع للتعليق. شنو اللي صار على خميس كسيلة؟ تشري ولا تباع؟ كما قاعد يتقال في الشارع التونسي مالوريزمون عند بعض المحلين، تو هو يقول لنا علاش بدل المواقف. اسمعوا معي. حركة كندا تونس تحمل مشروع يختلف تماما على مشروع حركة النهضة. نحب نقول ونعاود اللي احنا مناش مجرد حزب،
الباجي قيس سبسي وقت اللي عمل النداء تحولت إلى حركة سياسية حققت هدفها الأول وهو إحداث التوازن في البلاد. هذا حدث لكن عمره ما هو غاية في حد ذاته. هذا التوازن عنده خطوة ثانية لابد من إنجازها. حركة نداء تونس بزعامة الباجي هو أنه يقلب ميزان القوى وما ينجم يتقلب ميزان القوى إلا بمناسبة استحقاق انتخابي عبر الصندوق الإرادة الشعبية تقر أن قلبنا ميزان القوى. الفايت شكون؟ ماهوش الفايت الباجي قائد السبسي ولا الفايت حزب حركة نداء تونس. لفائت مشروع الحداثة والتقدم نتهناو عليه. حشتها تونس، حشتها تونس في الظرف الحالي، في الظرف الحالي حشتها برجل دولة حقيقة له من الحنكة والخبرة في التسيير متاع شؤون البلاد. حشتها بأنه له من الشخصية التي تعيد الاعتبار لهذا المنصب لأنه منصب رئاسة الجمهورية عند التونسيات والتونسيين بصورة عامة. تحطت مكانته وتحط في السقين. حشتهم بإعادة الهيبة للدولة وحشتهم بإعادة الكرامة للمواطن. أنا أعتقد أنه الباجي قائد السبسي اللي أعلن اليوم على استعداده لخوض هذه المعركة وترشحه لهذا المنصب السامي له من الكفاءة، له من الخبرة، له من الاطلاع، له من المصداقية الخارجية اللي التوانسة كيف قلت لك اطمانوا لأنهم هذا شحشتهم. وأنا أعتقد أنه ساهم في توضيح الرؤية، يعني ولات عنا فيزيبيليتي. المشكلة غادي في القصر والقصر مش سي الباجي. نتكلم أنا مانيش صاحب لغة خشبية. أنا يظهر لي سي محسن صرافة أكبر ضرر موجود غاديك في القصر بالنسبة لحزب نداء تونس وبالنسبة لتونس، لأن الناس اللي مخها ما تجاوزش عائلة. البلاد هذه تغيرت، تونس وقعت فيها ثورة بالحق. في بالنا ما الناس كل تحكي على الوطن، ومن بعد تبدا تهبط 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 لين يولي يحكي على أخته ولا أخوه ولا بنت عمه ولا كذا. أنا نحب ندعو الناس باش ترجع عقولها وتعتبر اللي حزب نداء تونس راهو ملاكة فيه. ما نشكر رأي. أولا احنا أكثر حكمة من اللي يتصوروا الناس. احنا مصير تونس ما نلعبوش به، هذا لا سبيل إليه. احنا حرص الناس على نعجل بتقديم الفريق الحكومي، لكن عنا الحق ولا ما عناش باش نعطيه رأينا في التركيبة متاع الحكومة، باش نعطيه رأينا في البرنامج متاع الإصلاحات. بوليتيكا بوليتيكا لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها. نبحث عنها، نبحث على حقيقة تغير المواقف عند خميس كسيلة المدافع الشرس في الحملة وقبل حتى الحملة الانتخابية عن مشروع حركة نداء تونس ومشروع الباجي قائد السبسي كزعيم للحركة. اليوم نلقاه يقول يبدو أن المشروع لم يعد هو نفس المشروع. شنو اللي صار خميس؟ علاش جيت بالتصريحات هذه؟ ونعرف أنه الآن يعقد اجتماع طارة للبحث عول تصريحاتك وما قالها وقد تطرد من حركة نداء تونس. تنجي ولحكاية طردانك ولا ما يطردوكش؟ قل سي زهير. المستمعات والمستمعين متاعك أنا متأكد اللي ما لاحظوا حتى تغيير في الموقف وفي الحماس وفي الإيمان بحزب حركة نداء تونس كمشروع وطني كبير في كل التصريحات اللي عرضتها الآن دي. وما لاحظوش حتى تغير في الموقف من زعيمه اللي اليوم هو رئيس الجمهورية المنتخب. هذا في اللي أعرضته الآن على المستمعات والمستمعين، لكن ربما ما لحقوش عليه. هات نزيد أنا نأكد لهم، وأنا مانيش صاحب لغة خشبية، وأنا سياسي منضبط لكني رجل حر، بمعنى الانضباط التنظيمي والانضباط السياسي حاجة مشروطة. ننضبط لكل شيء شاركت في إعطاء رأيي فيه، وأنضبط للمصلحة العامة، وأنا من الرجال اللي يمنوا كيف تلقى روحك 51% في قضية ندافع عليها 100% إذا كان هي حشتك بأغلبية تكون حولها باش تتعدى العملية. أنا راجل يقدموا فيها رجل استئصالي. أنا أؤمن بربي وأؤمن بأنه حركة النهضة طرف في المشهد، لكن هاو الموضوع. حركة النهضة عاملة على أنها يحكم الإسلام السياسي تونس، وجربنا معها 3 سنوات، ورغم المرارة والأتعاب والدم اللي سال في وقت حكمها، الشعب عاود أعطاها مكانة كبرى. يعني هذا الوضع، الوضع هذا ما يغلطنيش.
أنا من موقع التقدم شو نقول؟ نقول مكانهم في تونس، واللي يحلم باش ينتقم منهم، واللي يحلم باش يلوحهم في البحر، واللي يحلم باش يقصيهم، أنا مانيش منه. لكن أنا منحاز إلى مشروع الحداثة. شنو معناه؟ معناه الدولة التونسية وتونس حركات إصلاح فيها مكاسب دولة الاستقلال، جاه التغيير الكبير في 14 جانفي، جات بالانتخابات مش بالدبابة، حركة النهضة اللي هي جاهزة أكثر من غيرها من السياسيين، واخذت الأغلبية. قلنا باش تعمل دستور يا أخي، حبت تحكم في البلاد وحكمت في البلاد وتسربت الهياكل وأضرت بالدولة والبلاد، فهمنا؟ هالفاصل هذايا بتاع 3 سنوات مشينا لاستحقاق انتخابي بعده. أنا عملت باش حزب نداء تونس وكل الأحزاب الديمقراطية والوطنية تجيب أرفع نسبة ممكنة، من أجل حركة النهضة تجيب أقل نسبة ممكنة. تحب في الجهة متاعي اللي أنا مترشح على رأس قيمة نداء تونس في نابل الثين، هي الجهة الوحيدة اللي النهضة ما عدت كان واحد، الجهة الوحيدة. أيوة، لأنك عملت كل المستحيل أنك تقصي حركة النهضة من الحكم. لا لا، باش نهزمها انتخابيا وباش نواصل العمل على تقليص حجمها أكثر ما يمكن، لكن عبر الصندوق، بالنقاش، عبر العمل الجمعياتي، العمل العلمي، العمل الثقافي، العمل السياسي الحضاري، مش بالعنف، مش بالإقصاء. ما أنا مانيش بالإقصاء، أما أنا منحب أنا خصمي السياسي عبر الإقناع. تقول أنت قناعت الناس أنه النهضة لا مكان لها بالنسبة لك؟ لا، مش لا مكان لها، أو عندها حجم ضئيل يلزمه. تحبش أقول لك الخلاف باش الناس يفهمونا؟ أنا أعتبر لحد اليوم نهار 13 وعنا مسؤول اسمه سي الحبيب الصيد، ربي يعينه وربي يقدره باش يتمكن يشكل لنا فريق ويفرز لنا مجموعة إصلاحات تعيد الكرامة، وفريق يطمن ويحوز التأييد الواسع. خذيت حركة النهضة حقها وزيادة. حركة النهضة عندها النمر 2 في المجلس نواب الشعب، وأنا مقتنع بذلك. هذا الشعب قال، واستشار استشارة حقيقية تكاد تكون يعني انفردت بها حركة نداء تونس تجاه النهضة، مش كما استشارت بقية الأحزاب الأخرى، في شخصية رئيس الحكومة المكلف. وتمكنت حركة نداء تونس وتمكنت حركة النهضة على توافق كامل وشامل ودقيق في خصوص شخصية سي الحبيب الصيد، وانا نعتبر هذايا مكسب وهي عين الحكمة. المسألة الأخرى على حركة نداء تونس أن تشارك الكل بما فيهم النهضة في التوافق حول برنامج الإصلاحات العاجلة الآن، لخاطر ربما قادمين الإصلاحات موجعة، ربما قادمين لإجراءات ما هي الشعبية برشا، إلى بد أن نبحث لأوسع توافق. لكن نعتبر اللي الفارق اللي عطاهولنا شعبنا، أنا نعطيه عنوانك الفارق لك شوية. تعرف الفارق ذاك، عطانا المرتبة الأولى، عطانا التكليف دستوريا بالشكل الحكومة، معناه قال لنا الدار تونس اللي هي دار النهضة تأخذ بيت ولا 2 ولا 3 ولا 4، لكن المفاتح عند حزب نداء تونس. بمعنى الموضوع اليوم، وانا نحب مثقفينا اعلاميينا سياسيينا نتفاهموا في الموضوع هذا، على الاقل في خصوص رايي. ورايي انا من الناس اللي دفعت في 18 اكتوبر وشاركت لفكرة 18 اكتوبر، لاني عامل من منطلقي الفؤ انتجري الاسلام السياسي، موش لورجتي. انا حامل مشروع كي انتجر، هما حاملين مشروع كي اكسكلو. هذا الموضوع والخلاف الآن والصراع، إذا كان بين ظفرين لا هو صراع الحقيقة، باش نزينوا الكلام إرهاب ياسر مع ارتخابهم الكلام. الصراع الآن هو مش نتحالف ولا ما نتحالفش، مش النهضة ولا احنا، لا، لشكون الضمان أكيلو ليدرشيب نتاع استئناف البناء الوطني؟ شكون اللي يسوق السفينة؟ شكون اللي يسوق؟ بمعنى احنا وكيف تلقيني سوق نعمل من اجل تقليص الفارق، يعني توسيع الفارق بيني بينه اقصى ما يمكن. ربما تقلص الفارق في الجزائر بمئات الالاف من الدم، لكن تونس ابدعت كيف ما في تاريخها الطويل كامل ابدعت، لانه في تونس فقط تنحى بالصندوق الاسلامي السياسي من الحكم. ما يلزمنيش اليوم يظهر نداء تونس المنتصر
انتصار نسبي لكن منتصر ودار الدم في الوجوه، ما يزموش يتصرف كأنه منهزم، وما يزموش يقع تحت يعني الاستنزاف وتحت يعني التلاعب نتاع حركة النهضة. وقت نقول الكلام هذا معناتها عدو، أنا نقول لك تحبشي حركة النهضة تعرف بالضبط موقفي كما موقف العديد من الناس اللي هم عاقلين، لكن ربما يخوفها العاقل أكثر من الإنسان المتشنج والاستئصالي. أنا مع التعايش مع هضم الحركة هذه التونسية، وأنا نقول لك حركة النهضة سياسيا التونسية أهون علينا من باقي الحركات في العالم العربي كله اللي هي خلفيتها إسلام سياسي. لكن حركة النهضة نحب نلقى فرصة نحكي معها في ثلاثة مواضيع. احسم أمرك بين الدعوي والسياسي، فك الارتباط نهائيا وأعلن مع كل جماعات المتعصبة والعنيفة، ووقف ميزاب تمويل الجمعيات من الخارج، وهات نحلوا البيبان، وكساعتها تنجز خطوة هامة في تونستك. أنا نعتبر نفسي فهل الموقع هذا، بمعنى الموضوع الضمان عند شكون، مش أنه حركة النهضة لا ولا إيه، الضمان عند شكون؟ الشعب التونسي في الانتخابات الأولى تشريعية والدورة الأولى للرئاسية والدورة الثالثة قال يا ناس الضمان خليه عندكم، لكن التونس نعرف ما عادش يحبوا العرك، ماذا بيهم تلقاو المصالحات تلقاو التسويات، ماذا بيكم توقفونا ما النزيف تجاذب. لكن الضمان عندك يا سرباجي، الضمان عندك يا نداء، يا مسار، يا مبادرة، يا وطنيين، يا الناس اللي تمنوا بحركة الإصلاح وبمكاسب دولة الاستقلال، وكذلك عازمين على إنجاز استحقاقات الثورة على خاطر ثم ناس مازالت ما تبلعتش عندهم، وقعت ثورة. بمعنى معناتها الكلام اللي قلته الكل يأكد انه الضمان مازال موش عند الباجي وماهوش عند النداء اليوم. حبيت نقول انا اللي تو كان يقولوا حاجة، تو يقولوا خميس هذية يظهر فيه ثم اجتماع، انا أكد لك اللي الاجتماع متاع اليوم ماهوش ممكن مش يكون فيه في جدول الاعمال متاعه خميس قصير، مش ممكن. مش ممكن؟ لا مش ممكن. غير علاش ممكن. تعرف علاش؟ خاطر انا ملاك، وكسبق أن حكيت مع سطيب بكوش أمين عام الحزب، وحكيت مع سي محمد الناصر البارحة كرئيس حزب جديد بالنيابة بالنيابة، وقلت له وين المصلحة وين العقل. والحقيقة دار حديث طيب وحديث هادئ مع مسؤولين يعرفوا شنو معناه وقت الجمر، يعرفوا شنو معناه كيفاش صنعنا التاريخ، يعرفوا شنو معناه اللي حزبنا إذا كان توفرش فيه حرية الكلمة وحرية التعبير. وانا عارف انا وقت اللي سميت زوز اشخاص ماذا بيهم عادش نسميه يعني سميت انا نقول ننصحهم زوز حاجات، يا اما يخرجوا للاعلام ويردوا عليا وهذا حق ويقولوا يقيلوا لي كما قلت واكثر، وانا راجل نمن بحريه الاعلام وحريه راي، ولا قدامهم القضاء اذا كان اعتبروني ثبت. اما اذا كان مش توجهوا للحزب اللي انا وياهم فيه ماهوش هذا شانه، شانه انه فيسع نبنيوه، فيسع باش نحظنوا به الرئاسة، فيسع باش نحظنوا به الحكومة اللي بتشكل، فيسع باش نعطيه به قيمة لنوابنا، لأني أنا نعتقد بكلمة الأخيرة رئاسة الجمهورية ولا رأسها سلباجي وربي نجحه ما يلقى منا كان الإسناد والمساعدة، والحكومة إن شاء الله يتوفق سي الحبيب في تشكيل حكومة وفريق مقبول وبرنامج إصلاحي مقبول، والكتلة النيابية اللي نعتز بها هذا المولود الشرعي اللي برشا ناس متحيرة منه وغاضب عليه وتحب تخربه وفيهم البعض منا احنا هذم في مرتبة تجي ثانية بعد حزب حركة نيدا تونس بيه. اللي انا احرص الناس على بنائه لكن نحب نشارك طيب. في صياغته. هل تعلم انه كلامك لأول مرة خميس خسيلة ان شاء الله ما نكونش غالط، اما حاولت نعمل بحثي البارح تنقلت بعض المواقع وبعض القنوات المحسوبة على تيار النهضة والمحسوبة على التيار الإسلامي والتيار اليميني في البلاد التونسية على أساس أنك اليوم أصبحت بطلهم، على أساس أصبحت الرجل الحر صاحب الكلمة الحرة، والجانب اليساري الجانب الحداثي الديمقراطي شاف كلامك خيانة للحزب وخيانة وقلبين فيستا ربما
في إطار صفقة لم تكشف بعد من خميس غسيلة. نرجع لك الكلام هذا لكن قبل باش نرجع باقي الكلام محسن مرزوق اللي جبته أنت في حديثك. حط آخر استاتيو يقول فيه في هذه الفترة الانتقالية الحساسة تكثرت التأويلات والإشاعات، لذلك يجب التأني والحذر، وعندما تكتشفون الأمور سيجد العديد من الناس وربما يقصدك لهنا أنفسهم وقد صدقوا ما لا يجب تصديقه. نصيحتي للجميع لا تصدقوا الإشاعات وسيكون المستقبل إن شاء الله بشكل عام في مستوى ما كنتم تأملون وتنتظرون. أنا بالعبارات هذه النجم أنا نكتبها على ستيون وقع عليها كلها بكلالها نتوجه بها للرأي العام. لكن أنا نحذر حتىك على إذاعتك نحذر من أنه تخمم يجي واحد ويخمم واحد بركة أن تونس نجم ترجع التالي ونجم يولي عنا عبد العزيز بنضية وعبد الهاب عبد الله في القصر. نحذر لأنه في الوقت هذاك الحقيقة لأني أنا نعتبر لا ما تحذيرك ما يجيش من فراغ لا لا أيه؟ لا نحذر لا ما نزيد حاجة نبربش ولا يسمع لا نبربش أنا خليك تبربيش أنت عندك حق اسمع ماني لا تحبش أقول لك أنا من الصحافي يسأل اللي يحب والمستجوب السياسي يجاوب كما يحب ويطفي الضوء على يحب او على اللي يحب واضح. لكن بما ان نحترم المستمعين والمستمعات ونحبوهم يتعرفوا على رجال ونساء يقولوا الحق اخي تتصور انا اللي جيت لبرج الروبي وقت بورقيبه لحريه الراي ومشيت بن علي للكراكه في بيت ستة على حريه الراي باش نجي اليوم وما نقولش رايي. لكن انا نقولوا ما نكسرش، أنا لاني مكسر ولا كما يقولوا مخرب، مثلا يقولوا قلاب فيستا ويستشهدوا لك ديما وربما أنت زادة تستشهد، ما كان في التكتل ودراش عمل فيه، بالله نحب نسأل سؤال وبرا واحد، أخت تحبوني نقعد باش نولي باهي، أنا خرجت آخر واحد، بعد ما خرجوا عليه الناخبين نتاعو الكل نساء ورجال وقالوا نقص صبعي. وإطارات من عديد الجهات وانا نصبر فيهم لعل عندي أمل باش نصلح سي مصطفى ما فادش فيه صلاح واللي تخرجت أخي ودان من أجل حركة حياها كل يعني المثقفين الأحرار وكل السياسيين الديمقراطيين وقالوا الحمد لله اللي جبد نفسه والدور اللي لعبته في المجلس الوطني وقمت بواجبي. أما بعض مرات الذاكرة قصيرة ويخلطوا الأمور. حاجة أخرى والله معروف بتقلبته أنا هي تقلبات الرجل هذا سجين العهدين وما هوش جرادوات نحط فيهم الاكتافية أما بش كل واحد يشد بلاصته. المسألة الثانية هجرت 10 سنوات. المسألة الثالثة قعدت 6 سنوات ما عنديش الحق مشطب في السينات بياس ما نأخذش الدواء لليوم وأنا في مجلس نواب الشعب بعد ما كنت في المجلس الوطني التأسيسي ما قيتش الوقت باش نمشي للشمنديفير ونهني الجماعة. أنا خلاص في الشمنديفير أنا ما وتنيش الحظ والقمع ما خلانيش باش يكون عندي شهادة علمية ومستوى أكاديمي. لكن أنا راجل فضيت روحي من روحي أنا مصالح نفسي ليني معقد بهذا على خاطر نعرف قيمتي تعرف وين. ثم مليون حاجة ما نعرفهاش أما ثم حاجة نعرفها وننجمها ونحبها وما نيش مسلم في باي فيها هو العمل الوطني السياسي وخدمة الناس باش نخو فيها مكاني ومكاني كاملا لأني عمري ما كنت في الصفوف الوسطى ولا في الصفوف الأخيرة كنت ديما في الصفوف الأمامية ما سعيتش لنفسي. أنا وكان نحكي لك أكثر من هذا يولي يحكي لنفسه خلي عائلتي مصانة احنا خربونا الاستبداد وانا ديما متفائل تعرف علاش انا كنت توقف تو اذا على صعيد الشخصي توقف تو البلاد والثوره وهالمسار المخاض هذا الاصلاحي الكبير اللي احنا بصدده لو كان يحبس اليوم انا خالص على صعيد الشخصي. ولذا فيما تبقى الواحد من عمره هو يعمل مع الناس ويسخر نفسه باش نحقق المنامه الكبيره لتونس انه هذه البلاد الصغيرة باش نركز فيها ديمقراطية مشعة. اسمح لي باش نعطيك سؤال ما باش تجاوبني عليه جوست بعد ما نرجع لألفة يوسف. الحقيقة سؤالي هو اللي قلته الكل هذا موقفي أنا اللي قلته الكل باش يصدقك فيه الرأي العام والناس اللي يسمعوا فينا ترافير ليزون توا تاع جوهر اف ام في برنامج بوليتيكا انك تقول السبب الأساسي اللي خليك
خرجت من كل اللي كنت تقول فيه وقلت الكلام اللي قلته على سي محسن مرزوق وإلى رافع وبالأساس الزوز أشخاص هذوما باش يفهموا الناس أنه المسألة ماهيش مسألة شخصية وماهيش تشخيص في أشخاص معينة ولكن فما خوف وحذر صادق عند خميس كسيلة. نرجع لك على السؤال هذا ألفة تعليقك على اللي قاله حتى التو خميس كسيلة في إطار التجاذبات الموجودة في إطار عدم الثقة في السياسي في إطار ما يتقال أنه هاي بدأت الحرب على الوزارات والحقائب الوزارية والمناصب وهاو باش يتفرقع نداء تونس على خاطر خذا الحكم. الأمور الشخصية والداخلية نتاع الحزب ما نجمش نتكلم فيها بصفتي غير معنية برطوح لكن... وسبتي على النداء لا أنا أنا في يوم أنا... من الأيام لا لا أنا مع النداء ومن الناس الذين انتخبوا النداء طمعا في هذا المشروع الذي نحلم به. أتحدث فقط على الجانب الحزبي الضيق فقط اللي كان يقول فيه سي خميس هام برشا لأنه راهو يلزمنا ننتبه الشعب التونسي الكل يوم نحن في مرحلة انتقالية نقولوا فيها برشا لكن الناس يظهرلي ما همش متمثلينها كما ينبغي. اليوم هذا الحزب الذي أصبح بإمكانه أن يحكم وفي رأيي البسيط كمواطنة تونسية وضعت إصبعي في الحبل وانتخبت نداء تونس عليه أن يحكم لأن الشعب اللي اختاروا باش يحكم منعك من أن تمارس نشاطا سياسيا أو حقا سياسيا. أما كان الإقصاء معناها ما نحكموش الكل مع بعضنا علاش نعمل في انتخابات علاش نخسر في مليارات من الانتخابات. أخي تتصور أولاند كي طلع الحزب الاشتراكي الفرنسي وباش يعمل الحكومة مش يحكي مع ساركوزي ولا مع كوبي وقتها اللي هو في اليو ام بي طبعا لا. احنا اليوم نتشاور مع بعضنا لانه نظام برلماني ولانه الفتره صعبه لانه فتره حساسه ونحبوا ولا نحبوا نفتحوا جينا لبعض ونسمعوا بعضنا باش نحاولوا نعملوا كما كان يقول سي خميس اصلاحات ربما تكون مخيفه في هذا الوضع الاقتصادي الهش والعسير عالميا وبالخصوص وطنيا. دوك نتشاوروا ايه لكن الشعب انتخب حزبا ليحكم وينتظر منه ان يحكم. الان لابد في هذه المرحله مرحله كما صارت بعض الزلازل في مرحلة وضع القوائم وقت التشريعية لابد أن تقع بعض المشاكل صغيرة وإلا كبيرة لابد أن تقع في هذه المرحلة مرحلة تشكيل الحكومة. يعني هذا أمر عادي ما نوصلوش فجأة باش ننقزوا على الأحداث وعلى الزمان ونقولوا سيئ انفجار نداء تونس لا, لا 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 هذه خلافات ممكن تحصل في الأحزاب بل من الضروري أن تحصل شفناها تحصل حتى في أحزاب في دول ديمقراطية عريقة. هذه اختلاف في وجهة النظر والحزب اللي ما يحتملش اختلاف وجهة النظر ما يجمش يكون حزب كبير وقت نرجع إلى الحزب الواحد والرأي الواحد. فإن شاء الله أنا نقول كمواطنة انتخبت نداء تونس وأحلم بالمشروع الإصلاحي اللي ما يمثلوش نداء تونس وحده أحزاب كثيرة أخرى كما المسار وغيره نحلم باش نهار نوصلوا نشكلوا هالحكومة هذه ونخرج من هالمرحلة الانتقالية العسيرة ونحاولوا شيئا فشيئا نتجاوزوا هالعادات القديمة اللي ما زالت عنا على خاطر راهو مش من اليسير باش فجأة نخرج من الدكتاتورية بين ظفرين ولا نظام أوتوقراطي الديمقراطية. أنا نستحضر قول شيراك وقت يحكي على الناس اللي ماشيين باش يقنبلوا في العراق قال راهو أنك تقضي على دكتاتورية لا ينشئ بالضرورة ديمقراطية. فهناك مرحلة بين المرحلتين كما يقول المعتزلة منزلة بين المنزلتين نحن الآن فيها والإشاعات كثرت والكلام كثر. هذاك علاش أنا كل مرة استشهدت لهم قول مالك بن أنس وقت كانوا يجيوها يطلبوا منه فتاوى فقهية لو حصل ولو حصل يقول لهم دعها حتى تقع. فبالنسبة إلى العاملين داخل الحزب مش يخليه حتى تقع لأنهم هما اللي يصنعوا في الحدث. بالنسبة لنا احنا المواطنين نهدأوا شوية نعبروا على آرائنا ولا شك أنه بشوية بشوية باش نخرجوا من هالمرحلة الشائكة لأنه اليوم عندنا حاجة جديدة ما كانتش موجودة قبل. قبل كنا في مرحلة انتقالية فيها سنوات ثلاثة اللي كان المفروض باش يكونوا سنة واحدة ووقع انقلاب على الشرعية ليقعدوا ثلاثة سنوات. احنا اليوم في مرحلة جديدة فعلية الشعب فيها قال كلمته لا مجال لإقصاء أي أحد يمارس السياسة بطريقة سلمية وفق قوانين البلاد وأعرافها ولكن لا معنى لإجراء انتخابات إذا كان باش نعمل انتخابات وبعد نقعدوا مع بعضنا ونقسموا الكعكة كما كان يقول المنصف المرزوق وقت يولي عندنا كعكة كبيرة قال نقسمها مع بعضنا مش معقول نضحكوا قبل على كلامه وتونا اللي ننفذوا فيه ونمارسوا فيه. خميس انا نحب نقول بالوضوح اللي لحد الان وانا موافق مثقفه والاستاذة ألفة لانه هي ناخبه من ناخباتنا هي من المليون امراه اللي انتخبوا نداء تونس وانتخبوا الباجي وتقريبا مليون ونص. الناس هذه كيف اختارتنا باش نحكموا لكن اختارتنا ما اختارتش ناس اخرى اللي عندهم شويه ساعه وتاع قصاء النهضه وتاع كذا وتعرف بريكدا الناس
اللي كلمة سلباجي وكلمة القيادات واللي هي متمسك بها لليوم، أنه طرف في المشهد حركة الحركة الإسلامية السياسية في تونس، حركة النهضة، وأنه كان قاو أحنا 51% ما نحكموش وحدنا، كذلك كلمة حكيمة وهدات وطمنت وأنا متمسك بها لليوم. لكن نحكم مع الشاب هنا، مع الشركة معاهم في المشروع المجتمعي، الحومات الدولة المدنية وحومات حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، حومات مشروع اللي يستعرف بالإصلاحيين والإصلاحات التوانسة، ويستعرف بمكاسب دولة الاستقلال ورجالها ونساها. تحبش أقول لك احنا قدامنا حركة سياسية، وقت اللي تقول له الهادي شاكر، وقت اللي تقول له الحبيب عاشور، وقت اللي تقول له فرحات حشاد، وقت اللي تقول له يعني الطاهر بن عاشور، وقت اللي تقول له محمد علي الحامي، ما يرفش قلبه وما تتحركش قشعريرية كيف ما تقول له السيد قطب وسي البنا. احنا نحبوهم يتقدموا خطوات اخرى على الأرض التونسية، وبعد نحكي. الآن احنا حكمنا اكل فارق صغير يعطينا المسؤولية دستوريا باش احنا نشكل الحكومة. طيب التشاور قلت لك وقع وزيادة، ووقع امتياز لحركة النهضة في المشاورات وفي الحوار، وهو عين الحكمة واللي يقود فيها سلباجي. لكن الحكومة لا مكان في الوزارات لحركة النهضة اذا كان نحب نكون مخلصين لناخبينا وناخباتنا. انا هذا لب الموضوع وهذا جوهره. وتحبش اقول لك انا واثق، وهو ليامات ما بيناتنا، اللي الباجي قايد السبسي كزعيم لهذه الحركة والان هو رئيس كل التونسيات والتونسيين ما يخليش باش يستعمل كل تأثيره المعنوي والسياسي وعلاقاته، ولو هو ما هوش على رأس الحزب، لكن هو في مشاورات مع رئيس الحكومة المكلف، ويعرف العطف اللي موجود واللي يحظى به داخل الحزب، ما يخليش أن حركة النهضة تكون في الوزارات. لكن هذا مش استعداء، هذا معناه تحمل مسؤولية وإخلاص ووفاء للناخبات والناخبين. لكن اللي تفهم في كلامك الأخرين أنه الباجي قائد سبسي لم يعد الرئيس الذي يسيطر على قصر قرطاج، بقدر ما فما ناس دايرة به هي اللي توجهه يمشي مين ولا يسار. أنا نبهت وربما شعلت الضوء الأحمر، يعني نزلت على الفلس أكثر من لازم، لكن ما نيش غلط في الفلس، لأنه في وقت من الأوقات حسك كأنك تحب تتراجع شوية على الكلام اللي قلته، ولا تخفف منه وتخفف من الحد متاعه، ربما في صياغته وأشكاله، لأنه ولد وقته لكن بعقلي مانيش نحكي، مانيش مازال عندي شوية أقل، لكن نعتقد اللي ومازلت ننبه وبش نقعد حارس أمين أنه مسيرتنا وخاصة الليماج اللي نعطيها ما نرجعوش للسلوكات الماضية، وما تبداش الناس تقول. شنو اللي خليك تقولوا الكلام هذا خميس؟ هذا اللي بشي على خاطر بلغني كلام من أحدهما الحساب تحت التوتة، والحكم هو ملفات ودوسيات. أنا عندي الحظ معروف شوية ونجم ندافع على روحي، إذا كان هي هذه العقلية اللي حاولوا يرسيوها بجانب سلباجي، ما حكيتش أنا سلباجي والناس عملت علاش، وإذا كان نحب نحكي تو نحكي داكوردو، ما حكيتش عليه وما حكيتش على حزبنا، لأني هذاك هو قلت لك قبل الحكومة وقبل الرئاسة وقبل البرلمان الحزب هو الكل. والمسألة الأخرى سلباجي زعيم، وأنا في وقت ملاقات قلتها قبيلي هكا حذرت ما هاتوا نقولها، خلينا نقول لغة خشبية ولا تطبيل وتذكير. أما برشا ناس تعرف نقول قفة أي نعطيك القفة الباهية، أنا وكان نلقى طريف من عمري نعطيه له، لأنه حقيقة فرصة لتونس مش الحزب، مش شأن حزبي. أنا ما عادش نحكي ما تحت الوطني اليوم، الناس اللي تولي تحلم بالعائلات والأبها والمرسيدس والتليفونات تتبدل وتتسكر وما عادش سقيهم على الأرض نخاف منهم، وأنا الناس اللي عندها عقلية الدوسيات والملفات الأمنية والكذا نخاف منهم، مش أنا نخاف على الناس منهم. ولذا بلادنا يلزمها تتصاغ بحكمة برصانة بكفاءات، ثم سلباجي نجم يستعين باللي يحب عليه، لكن كيف السيد ولا السيدة ولا أي شخص في الرئاسة راهي مقام كبير وراهي رمزية كبرى، كل واحد يحدد الليميت متاعه، ما يوليش مسؤول على الأمة. وحزبنا
لابد أنه يتفتح لكل كفاءاته ويحمل الحوار داخله ويشكل مطبخ فكري داخله باش ونكونوا ناس متاع تخطيط، عنا تابلو دبار، عنا أولويات. الناس كنا لبعضنا، وأنا أقول لك سي محسن مرزوق ولا سي رفع بن عاشور ولا غيرهم ما كانهم كيفي بالضبط، أما ينجمش حتى واحد منهم يقدر اللي مكاني أقل منهم ولا ما هوش في الحزب ومش في المكان هذا. والموضوع متاع التوانسة وكلمة أخيرة التوانسة والله اللي يهمهم، لا في خميس قصير ولا في محسن مرزوق ولا في كذا. التوانسة تعرف شي يهمهم؟ التوانسة يهمهم يعرفوا سيلباجي شخصية كبرى، يعرفوا حزب نداء تونسي لأنه انتخبوه. استحفظونا على البلاد، خليوا الدم يدور في الوجوه، خلي الأمل رجع يترسخ، خلي الثقة ترجع عند الناس، خلي الماكينة الاقتصادية ترجع، خلي الأمن يرجع للبلاد. يهديكم. أنا أقول لهم أنا سامع لرسالتكم، وقت اللي شعلت ضو، وقت اللي ضربت السونوري، راني مانيش متاع قعبيج، راني أحرص الحرصة والحريصين على نداء تونس، وأكثر الناس المتخلقة بيه. واللي هادئة واللي قادر مع غيري باش نلقاو الحلول ونلقاو ما يصلح. شنو اللي يضمن انه كلامك الكل صادق وما هوش بتعلت انه على خاطر خميس كسيلة ما اختاروش الباجي قايد سبسي في القصر، على خاطر خميس كسيلة ما طمنوش الباجي قايد سبسي بوزارة، اتكلم اليوم وقال زعمة خايف على الشعب التونسي؟ نرجع لك تعليق كل في إطار بشون سيخ ميس بكل لطف بكل مودة وبصفتي مواطنة تونسية. أنا من الناس اللي نمن بالاختلاف في كل شيء، في جميع المجالات، في العائلة، في الحزب، في كل مقام. فقط أليس من الأجدر في هذه المرحلة، وانت تعرف خير مني، أنا ما نعرفش الأمور الخصوصية دي في بالي بحد شيء، أن يكون كما يقول الفرنسيس لافي نوتر لانش سال مش أون بيبليك، يعني هل أن الأمور تتشخص وتتقال للناس عبر الأعلام؟ هل كان من ضرورة لهذا فقط؟ ربما هذا يعطي شي فكرة خايبة، أنا يمكن نكون رصينة وهادئة، يمكن ثم عبد أخرين كما قال باش يركبوا عليها الحكاية وتخرج في هذا سؤال. يعني تاش أنت من ضروري، تاش من ضروري مباشرة. لو كان كانت عنا هيكل والحزب فيه مؤسسات وفيه مكان، إذا كان ثم مكان يوريهولي وين يتعطي فيه الرأي. احنا بصدد المؤقت والوقت والمعين وما عندناش مؤسسات، وعملت بقدر الجهد باش نبلغ رسالة، بدأت الريدوة تتحط من الأيام الأولى. أنا نبحث وين نعطي رأيي فقط، وأنا هاو استجابة ليك. وما ثماش مؤسسات وما ثماش هياكل وين تحكي، ما ثماش لجان، ما ثماش الريان دي تو. لكن استجابة ليك على خاطر أكسبوع اللي حطيته في الحبار وانتخبت الباجي قايد سبسي ونيدا ومليون مرة أخرى، ولا خاطر مليون مرة أخرى، أنا بعد جوهر أفام سأمتنع على الكلام في هذا الموضوع. معناتها تعرف الخيان اللي ضحات الاخرين الكل باش يقولوا كل فيوز فيش تكلم انت سكت. لا بالعكس 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 بالعكس، احنا في مرحله صعيبه وتغلي، ونعرف اللي هو عنده الحق والاخرين عندهم الحق، وكل واحد راه منطلق اغلبيه العباد، ما نقولش الكل، انا هو مصلحه تونس. لكن مثالش ما فيها باش كيف ساعات نهديو النفوس ونسمعوا بعضنا بلطف ومحبره وهذاك علاش انا ما حبيتش نجيب ناس تحبوا البوز شخصيا. والله شخصيا لا ابحث على البوز بقدر ما نحاول نلوج على حقيقه المواقف. كي جيت نحب البوز ما نجيب شو الفيوس فاس خميس كسيلة اليوم صحيح. راني جبت وانت تعرف شكون نجم نجيب وراي كلت بعضها ورا ما خرجنا بحد شيء. اما اليوم فهمنا برشا حاجات من خميس، هذاك علاش نحبك تجاوب الناس اللي قالوا خميس كسيلة سامحني في الكلمة وانت قلتها ديجا وحدك، قال فيستا خميس كسيلة مصلحاجي اناني، يحب يا يكون وزير يا يكون مستشار في القصر، كيما لقاش روحه لا هنا لا هنا ويبدو انه مضمضوا له الجماعه تقلب عليهم ودار وقال الكلام هذا الكل باش يعمل الفوف على هذه الكل. انا نقدر الاستشاره والمكان نتاع المستشارين في القصر هذا شيء مهم جدا، ونقدر اللي باش يتحملوا مسؤوليه الحكم في الحكومه في الاداره. انا نحب نقول لك في خصوص الحكومه، انا ما عندي حتى رغبه وعمري ما دار في مخيلتي، لاني انا مانيش قادر. فماشي واحد يجيك الميكروات يقول لك مانيش قادر وما نحبش وما نجمش، هذا بالمبدا بالاخلاق. هاو نحكي لك زاده بالحساب. انا ما ندخلش في مرحله اللي نعرفها الكينكنه هذه نجم يكونوا فيها حكومتين او ثلاثه على الاقل. وانا منتخب مسمار في حيط هذا الحساب اللي ما نمنش به، اما هات اللي يسمعوا فينا يفهموا، انا منتخب مسمار في حيط لخمس سنوات. مانيش مستعد حتى اللهم كان تحل البرلمان ولا عندنا رئيس عاقل واستراتيجي فدك معاك ما يضيعش الوقت. يعني
ما يساعدنيش بالحساب. المسألة متاع الاستشارة، ثم ناس مع الأسف قبلوا أعطيني مستشار حتى بالكلمة، ما تحطنيش في الأورغانيغرام خاطر أنا عندي الفلوس ما نحبش منها شهرية. هذوما نتأسف على حياتهم، هذم قاعدين يحاولوا زادا، ما نش بسميهم توا نسميهم، هذا ما يجيش على خاطر اللي يحب يتحمل مسؤولية يتحملها. وأنا الحقيقة الاستشارة شنيه معناتها؟ على ذمة الرجل هذا اللي شاد الدولة باش تضوي له حاجة، باش تكون له أمورتيسور في قطاع في ميدان، باش تستشرف له، باش تساعده. أنا على الذمة، أما مش بكل اللوعة اللي عمل لي فيرو وعطيني الكارت فيزيت وخلي عندك الفلوس، بمعنى نخلص في إفريقيا ونحكم في كارتاج، هذه ما تجيش. واضح كأنك ما سميتش توا. خميس بعد هذا الكل، الراجل اللي دافع عليه ولليوم ما زلت تدافع عليه، وقلت إن شاء الله داير بالحق كلام جريء برشا باش يتقال عليه برشا كلام، خميس يقول كان نلقى نعطيه شويه من عمري نزيده له العمر، وهو معناتها الحاجه اللي ما لازمها ما تنجمش تصير، ولا مر بيد ربي عيط لك باش يسمعك بعد عمر طويل خويا، ما عيط لك الراجل هذا، عيط لك الباجي باش تقابل معاه باش يفهمك باش يسمعك علاش قلت هكا، هالفوفة اللي عملتها. سيكون لي لقاء معه في اقرب وقت، وهكاك اللي في يده حجره يرماها، وتونس يقولنا للجميع حتى للي سيلوا الدم يا معناك خميس مرزوق. خميس مرزوق شفتك محسن مرزوق أي. محسن مرزوق خميس قصيلة روع الحشور وغيره، كلها أسامي في نهاية الأمر، ما فهم مصلحة البلاد من أجل تونس. علاش فما ناس شدت الحجر على خميس قصيلة الحقيقة، خاصة من نداء؟ أنا ما ثم شخصيات في الكل عالم شخصية بمعنى مش كل الوهرة، نقصد بيرسوناج ثم في الدنيا كلها، وتو هكاك نحكي ونفدلك شوية نفوها بالفدلكة، ومعلمة مثقفة وفيلسوفة ونبارة هايلة فكرة جديدة. يعني ثم ناس بصورة عامة تلقاهم عندهم مجموعة تموت عليهم، وكان تلقى تموت عليهم تحبهم، وعندهم مجموعة لو كان تلقى تقتلهم. وثم ناس تعيش على دار الوسط أكلي يتعدى ما هذا وما هذا ميحم على أنا ليه. هذا موضوع شخصي، موضوع نفسي، موضوع ثقافي، موضوع المعنى اللي نحب نعطيه لنفسي واللي بحثت عليه واللي تنحت وفات فيه الفوت، مش نبقى ديما هكاكا مجموعة تحب لي برشا ومجموعة وكانت تلقى تبخر بريحتي. أنا ما شخصيات هذا المية، ربي يهديهم. وهذا هو خميس خسيلة ولن يتغير، واضح. لن يتغير ديما لتونس. شكرا لك خميس خسيلة، بارك الله في كلمة الختام عندك الفافيسة. إن شاء الله في أقرب وقت نتوقع أنه الأفضل يكون لبلادنا باش نتعدوا مرحلة صعيبة، زادة ما زالت المراحل الصعيبة، لكن اليد في اليد رغم اختلافاتنا اللي هي عادية واللي بها تتنادى ديمقراطية، نقول الكلمة اللي نسمعها من عند التونسي العادي كل ديما كي نحكي مع الناس، الله يقدر الخير لبلادنا إن شاء الله. فما ناس توحشوك على الإعلام قريب شراجعة، فماشي حاجة إن شاء الله إن شاء الله قدرت ربي خليها مفاجأة. نسكت على روحي. نختتم الحلقة نقول لكم شيء طيب للجميع، شكرا لكم، تقابلوا غدوة في بلاتو سبيسيال مناسبة ذكرى فرار بن علي وثورة 14 جانفي، في الحقيقة ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، ويقع التاريخ 14 جانفي هو التاريخ اللي غير منحى البلاد هذية وخلى السنوات هذية كما لسان خميس كسيلة بياسود ينجم يجي ويتكلم وراء ميكرو إعلامي. الله يرحم شهدائنا الكل ويصبر أهلهم، أمين يا رب العالمين. شكرا لك خميس كسيلة، شكرا لك ولفا يوسف، نتقابل غدوة في حلقة جديدة في بوليتيكا، إلى اللقاء. جوهرة FM الدنيا ما فيها